كيف تحول المولد النبوي إلى وسيلة للنهب الأموال والاستثمار السياسي وحشد الناس؟ ولماذا تظهر الأموال المنهوبة في المولد النبوي وحياة المشرفين وآل البيت وتغيب عن حاجة الناس؟ كيف أصبحت المناسبات الدينية سياطاً تقسم ظهور المتعبين في اليمن؟ أهلاً بكم. بعد أكثر من شهر من الإعدادات احتفت ميليشيا الحوثي بذكرى المولد النبوي وسط إنفاق باذخ في فعالياتها وسط موجة جوع وفقر يطحن الأسر اليمنية، خصوصا تلك الواقعة تحت سلطات الميليشيا. عاشت صنعاء المنسية حالة من الصخب، وقد أدخلتها ميليشيا الحوثي في حالة طوارئ تزامنا مع احتفالاتهم. قام الحوثيون بنهب رجال الأعمال والتجار والمواطنين والاستيلاء على المال العام تحت لافتة الاحتفاء بذكرى مولد الرسول، ومن يرفض فقد عاد الرسول وخالف إرادة أحفاده ومصيره السجن وأمواله مصيرها النهب والمصادرة. هذه هي صنعاء تحت سلطة ميليشيا الحوثي، وهذا هو حكم الحوثي الذي حول المولد إلى ورقة سياسية ووسيلة لحشد الناس وظهور بمظهر المعظم للرسول لكسب الناس واستمالتهم إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صنعاء المعكم ليلها منذ سنوات توشحت فجأة باللون الأخضر. كل شيء في المدينة صار أخضر، حتى وجوه الناس وأجسادهم. حشد الحوثي وأنصاره اللون الأخضر في كل شيء، وأضاءوا صنعاء بأموال اليمنيين المنهوبة احتفاء بذكرى المولد النبوي. لم يكترث الحوثيون لشعب يموت جوعا ليعلنوا أنه الاحتفاء الأكبر في تاريخ اليمن والمنطقة، وكأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يهم اليمنيين الآن. لما لا؟ إنها ذكرى ميلاد الرسول الأعظم وهم أحفاده كما يقولون، ومن واجب الناس الاحتفاء به ولو على حساب قوت يومهم. يستند الحوثيون إلى القداسة الدينية ويدفعون بالأعياد التي تحظى باهتمام اليمنيين لتمرير رسائلهم السياسية ونهب ما تبقى من أموال المواطنين تحت لافتة المجهود الحربي وغيره. إلا أن استغلالهم لذكرى المولد النبوي، وهو المناسبة الأكبر والأهم، لهم في ذلك أكثر من هدف. فمن خلال هذه المناسبة تسعى ميليشيا الحوثي لتكريس سلطتها تحت لافتة الدين والانتماء السلالي لتطبيع المجتمع على الوضع الحالي، ناهيك عن اتخاذها كمصدر للإثراء على حساب اليمنيين. إنها الفكرة الإمامية القديمة، وقد عادت بعد أكثر من 5 عقود من قيام الثورة. ففي عهد الإمام أحمد حميد الدين أجبر الناس على دهن أجسادهم بالقطران بحجة أن الجن قد تمردوا عليه، وهي فكرة سعى الإمام أحمد من خلالها لقياس مدى سيطرته على عقول الناس. يمارس زعيم الميليشيا اليوم الأسلوب ذاته لقياس مقدار رضوخ الناس لسلطته، فألقى عليهم بقطرانه، لكنه قطران أخضر هذه المرة. مبالغة الحوثي بالاحتفاء بالمولد النبوي توحي وكأن اليمنيين لم يعرفوا الإسلام إلا بمجيء هذه الميليشيا وسيطرتها على عاصمة البلاد كما يقول متابعون. لكن مقابل هذا الاحتفاء المبالغ فيه، يبقى ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيا محرومين من أبسط حقوق المواطنة وسبل العيش الكريم. فكيف يستقيم الحال مع من يحتفل بذكرى رسول الإنسانية والقائمون عليه يسرقون حق اليمنيين في الحياة ويذيقونهم كل صنوف الحرمان والهوان؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والباحث محمد المقبلي هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير محمد. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ آسيا. أهلا بك. إذن صنعاء خضراء بأكملها كما لم يحدث من قبل، ميليشيا الحوثي تقول إن هذا هو احتفالها بالمولد النبوي، كيف تقول؟ في حقة الأمر ليس من السهولة أن تكون مناسبة لشخص هو يمثل رمز وضمن المشتركات الإنسانية، ليس فيما يخص المسلمين بشكل عام ولا حتى اليمنيين، فيما يخص الإنسان يعني بشكل عام. لكن ما حصل هو عملية خطيرة جدا،
لها مآثرها ومخاطرها الكبيرة جدا، ولها أيضا ردود الفعل الذي لن تسلم تجاه هذه المرحلة الراهنة، بل ستمتد إلى فقدان الثقة في كل هذه المقدسات التي كانت مشتركة عامة. واليمنيين لديهم تاريخ كبير جدا أنهم ما اضطهدوا بأي اسم مقدس لو كان لهم ردة فعل كبيرة عكسي. جدا ليست ضد من يدعون ويرفعون لافتة المقدس، ولكن يذهب الأمر إلى ما هو أخطر. دعينا أستاذ آسي نفكك هذا الفكرة بشكل غير مألوف اللي هي تفكيك الجذور، لكي يعرف المشاهد ومن هذا البرنامج الذي ناقش قضايا فكرية معتبرة أن هذا الأمر ليس ظاهرة اعتيادية. فإذا فككنا هذا الأمر دعينا نفككه من ثلاث جهات. التفكيك الأول هو التفكيك للجذور النصوصية، يعني من أين جاء هذا النص، اللي هو فكرة المولد النبوي واللون الأخضر على وجه التحديد. والجذور الثانية هي الجذور التاريخية لهذه المناسبة ولهذا اللون على وجه التحديد. والجذور الثالثة هي الجذور النفسية الذي تم الإشارة إليها في تقريركم. أول من حيث الجذور النصية، لماذا مثلا تلتف هذه الفئة التي تدعي أن النبي محمد ليس نبي إنما جد، من أين جاءت بهذه الفكرة؟ هناك العديد من الكتب للمرجعيات العلوية على وجه التحديد التي ترى في اللون الأخضر أنه لون لباس أهل الجنة، ويستندوا ذلك بثلاث آيات. هذه الآيات موجودة في سورة الكهف، وموجودة في سورة الرحمن على وجه التحديد، وموجودة في سورة الإنسان. في سورة الكهف التي تم الإشارة إليها ثياب خضر من سندس، الإشارة إلى اللون الأخضر أنه لون لباس أهل الجنة، فهم يرون أنهم أهل الجنة ولا يزالون على هذه الأرض. وهذا يذهب إلى أنه في لاوعيهم يريدوا أن يكونوا هم محتكري الدنيا ومحتكري أيضا الدار الآخرة. فهذا هو الجذر التأويلي للنص القرآني الذين يعتقدون فيه أن ما دام هذا هو لباس أهل الجنة فلنغرق بهم. يا سلام. الجذر الثاني فيما يتعلق بالنص، هما يرون أن النبي أهدى علي بن أبي طالب فيما عرف بليلة الحمد ثوبا لونه أخضر، وهذه إشارة إلى الوصاية السياسية المتعلقة بالحكم الذي يعتقدون أن كثير منعوها، وبالذات فيما يتعلق ما قبل سكيف بني ساعد وما بين بني ساعد. هذه فيما يتعلق بالجذور النصوصية، أي التأويل النصي لما يعتقدوا أنه حق لهم. دعينا ندخل للجذور الثانية، الجذور التاريخية. الجذور التاريخي في عام 127 هجرية على وجه التحديد، عندما كانت دولة بني أمية تلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة للثورات التي كانت تمتد في الشام وفي الأردن على وجه التحديد وفي العراق حتى، وكان يدركوا أن الدولة الأموية ذاهبة إلى السقوط. اجتمع بني هاشم في عام 127 هجرية على وجه التحديد وفي مكة المكرمة، واجتمعت منهم أربع فئات. كانت هما العلويين، وهم الذين ينتسبوا إلى علي بن أبي طالب، وكان يمثلهم في تلك المرحلة رجل اسمه محمد زكي النفس، وهو يمتد إلى سلالة الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. العباسيين، وهم الذين ينتسبوا إلى العباس ابن أبي طالب. الجعفريين، هم الذين ينتسبون إلى الجعفر ابن أبي طالب. والعقيليين، هم الذين ينتسبون أيضا إلى عقيل ابن أبي طالب. اجتمعوا مباشرة واتفقوا على أنهم يعود الحكم إلى بني هاشم تحت ما عرف باسم رضا لأهل البيت. حينما اختلف العباسيين، هنا سنعرف من أين جاء اللون الأخضر، حينما اختلف العباسيين مع العلويين تمايزوا سياسيا وعسكريا وتمايزوا حتى في الألوان، فاتخذ العباسيين اللون الأسود وعرفوا تاريخيا بالمسودة، بينما اتخذ العلويين اللون الأخضر. واللون الأخضر هو إشارة معينة إلى أن الحكم يكون لآل البيت على وجه التحديد ولذرية علي بن أبي طالب. فجاءت فكرة اللون الأخضر الذي تتوشح فيه كل الألوان في هذا الحالة، إحياؤهم للمولد النبوي باللون الأخضر هي إشارة إلى هذه الفكرة التاريخية التي نشأت في عام 127 هجرية، والتي يريدون من خلالها أن الحكم يكون لآل البيت ومن ذرية علي بن أبي طالب على وجه التحديد. إذن هناك العديد من الأبعاد لإغراق المدينة بهذا اللون، أو ربما لاحتكار الاحتفال بهذا اللون. برأيك كيف تنظر إلى محاولة يعني الحوثيين لربط الاحتفالات بالنبي وبالدين أيضا؟ اتهام من يرفض كل هذه يعني الكرنفال بهذا الشكل، الخسائر التي أدت إلى إغراق المدينة باليافطات الخضر وبالإضاءة في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد، بأنه معادي للنبي وبأنه يكره النبي وبأنه يعني هناك هجمة غير منطقية لكل من يعارضهم. الأمر له علاقة بالجذور النفسية. ما من جماعة شمولية على وجه الأرض إلا وسعت إلى أن تصهر المجتمع في قالب واحد. هذا القالب الواحد يشمل فكرة واحدة ويشمل لون واحد ويشمل الصوت الواحد، وهم في هذه الحالة يريدوا مثلا فكرة
الاحتفال بالمولد النبوي وجعل منا أيقونة كبيرة جدا. هم يريدوا أن يضفوا على سلطتهم هالة القداسة. هذا الأمر مرتبط بالنشأة منذ الولادة. عندما أنت تربي أطفالك في سن الولادة أنهم أبناء النبي، هم ينظروا أنفسهم أنهم ذو تميز على الآخرين. ثانيا كبح الصوت المعارض، عندما أقول عندما يتم التكريس في اللاوعي وفي الزوامل وفي الأناشيد وفي التحشيد وفي التعبئة، ودائما تبدأ الكثير من الزوامل والمناسبات والأناشيد أن هذا الحاكم الموجود هو ابن النبي. معنى آخر، من يعارض ابن النبي هو كافر. وبالتالي إخراج الأمور من سياقها السياسي، من سياقها أنها سلطة قائمة على فكرة اغتصاب الحكم، وإضفاء عليها ضاف مثلا طابع الشرعية، بمعنى آخر أنهم يريدوا أن لا يصوروا للناس للداخل ولا حتى لأنصارهم ولا حتى المعاطفين ولا حتى لمعارضهم أنهم اغتصبوا السلطة في الإنقلاب على العملية السياسية وعلى المفهوم الحديث للدولة، وأن هذه السلطة أصلا هي حق إلهي للحكم لها علاقة بأبناء النبي، وهؤلاء أبناء النبي هم الذين يحيوا مولد النبوي. المولد النبوي وعيد الغدير هي مناسبة يرون من خلالها تكريس أن هذه أن ما هو موجود الآن هي سلطة النبوة. إذا نسمح لنا أن ينضم معنا الصحفي أسامة أحمد من صنعاء عبر الهاتف ليحدثنا عن الوضع هناك. مساء الخير أسامة. مساء النور أستاذ. أهلا بك أسامة. أنقل لنا صورة صنعاء وهي متوشحة باللون الأخضر. طبعا اليوم كان يوما حرفيا بامتياز، لا علاقة له بالمولد النبوي ولا باحتفالات من هذا النوع. كان اليوم هو الأكثر سوءا أعتقد من بين كل الفعاليات الماضية للجماعة. كان الأكثر سوءا أيضا من بين الاحتفالات العام الماضي في بذات المناسبة وفي العام الذي سبقه. لماذا هو الأسوأ أسامة؟ هل وضحت؟ بدأت اليوم جماعة الحوثي كأنها تريد أن تقول بأنها واثقة من حضورها أكثر من الوقت الذي أكثر من أي وقت مضى، أنها غير آبها بشيء، غير آبها بالمواطنين وبما يمكن أن تسفر عنه الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين والقطع الطرقات وغيرها من الأعمال والاعتداءات على الناس حتى في الشوارع. اليوم هذا تم إغلاق معظم شوارع العاصمة صنعاء حتى البعيدة تماما عن ميدان السبعين، تم إغلاقها وتم سوق الناس بشكل شبه قسري للاتجاه نحو ميدان السبعين وما حوله ولتصويرهم ولإدخالهم ضمن الحشود وتصويرهم بأنهم ضمن المحتفين بالمولد النبوي. أيضا تم منع الناس من العبور، كل من لا يحمل راية محمد والألوان الخضراء يتم منعه من عبور الشوارع، وكذلك يتم منعه من الانتقال من 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 حارة حتى إلى حارة مختلفة. النقاط الأمنية شملت حتى الحارات وليس الشوارع العامة فقط. وكان المنظر اليوم أثار سخط عارم لدى الناس، لكن يرون أنفسهم مقبلين وليس قادرين على قول شيء. أسامة، يعني كان هناك الكثير من المصادر الإعلامية التي تحدثت عن إجبار الحوثي أيضا لكثير من رجال الأعمال لدفع مبالغ للاحتفاء، وأيضا إجبارهم على وضع الإضاءة الخضراء وأيضا الأعلام الخضراء أمام محلهم. ما مدى صحة ذلك؟ نعم، تجاوز الأمر إجبار أصحاب المحلات أو المتاجر الصغيرة حتى، ووصل الى حد توزيع اشارات خضراء على سائقي الدراجات الناريه لاجل صبغهم باللون الاخضر وتصويرهم في المشاهد من ضمن المشاهد كمشاهد احتفائهم بالمناسبه التي كما قلت لك بدت اليوم بشكل اخر تماما عن كل الاعوام الماضيه. إذا ما مدى سخط الناس أسامة، خاصة ونحن نعلم مدى الحالة المادية التي يصل إليها السكان في صنعاء بعد انقطاع الرواتب، بعد فرض العديد من الرسوم سواء في المدارس في الكثير من الأحداث والمناشط، كيف يمكن أن يعني نقيس ردة فعلهم في ظل هذه التناقضات؟ ردة الفعل
تحدثت مع العديد من الاشخاص من سائقين المكررات من في الشوارع يتحدثون بشكل تلقائي يبدون امتعاضا كبيرا وشديدا، لكن يعني الوضع يحتم عليهم الصمت. اغلب من تحدثوا كانوا يواجهون الطرف الاخر بالشتم ويوجهون شكائمهم للطرف الاخر كونه خذلهم اكثر من خذل اكثر مما خذل ما يخذلهم الواقع واكثر مما تفرضه عليهم جماعه الحوثيين. نعم، اذا شكرا جزيلا لك اسامه احمد الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. استاذ محمد، يعني كما تحدث معنا اسامه من قلب الحدث، اغلاق للشوارع، اجبار الناس بالاتجاه نحو ميدان السبعين حتى يتم التصوير بان هناك اعداد هائله شاركت، ايضا منع اي شخص بالتحرك دون رفع الاعلام الخضراء او يافطات عليها اسم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الامر له علاقه بفكره سلطه الاكراه. سلطة الإكراه دائما هي تدرك مباشرة أنها لا يمكن أن تكسب شعبيتها بعملية الرضا، أو لا يمكن أن تكسب شعبيتها أو حتى مناسبتها المرفوضة بين ظفرين شعبيا بعملية قائمة على فكرة الرضا الشعبي. هي تدرك أنها منبوذة وأنها دخيلة بكل مناسباتها، دخيلة على ثقافة اليمنيين عبر التاريخ، وبالتالي هي تلجأ إلى الإكراه. هذا من وجهة نظر الشخصي لا يمكن أبدا أن يشير إلى أنها تمتلك شعبية أو تمتلك عمق اجتماعي. لو كان لديها عمق شعبي ما ظلت جماعة نكرة خارج التعريف السياسي، لا هي حزب سياسي وخارج التعريف القانوني أيضا، ليست ضمن المؤسسات القانونية الموجودة في البلد، ونكرة نقابية ليست مثلا يمكن أن نسميها بالعمل النقابي، ونكرة اجتماعية ليست ضمن المكونات الاجتماعية لكي تختبر بالفعل شعبيتها أمام الجماهير. لو كانت ذلك لجأت إلى الديمقراطية بدلاً أن تحشد الناس الذين تعتقد أنهم يرفعوا راية محمد، يرفعوا الراية التي ترفع في ميدان السبعين هي راية عبد الملك الحوثي وراية حسن زيد وراية كل الناس الذين اغتصبوا السلطة بقوة السلاح وبالإجبار. فهذا أبداً لا يعكس عمقها الشعبي على الإطلاق، بل يعكس إلى تكريس مزيد من السخط، ويعكس أيضاً إلى ضرب، وهذا مؤشر خطير جداً، المشتركات العامة بين اليمنيين وبين المسلمين حتى على وجه التحديد، وتحويلها من مشتركات عامة إلى أشياء خاصة. هذه الأشياء الخاصة ستكون لها دعايتها المستقبلية، في أنه حتى الجانب المشرك في هذه المناسبة التي دائما تعكس عن يعني نفحات أو رجل قادة تحولات كبيرة قائمة على فكرة العدالة والمساواة، أقصد بها النبي محمد، عندما تصادر هذه المشتركات العامة ما بين الناس وتتحول إلى مشتركات خاصة، هنا ستحدث ردة فعل كبيرة جدا. ماذا يعني مثلا أن يجبر شخص ويأخذ عنوه مثلا إلى ميدان السبعين للاحتفال بما يعتقد أنه نبي يخص جميع المسلمين، ولكنه تفاجأ أن من أجبره ومن أكره ومن دفع إلى أن يدفع رسوم معينة ومبالغ مالية متعلقة في المولد النبوي خارج الضرائب وخارج الجمارك، كيف ستكون ردة فعله النفسية؟ إذن هم يتحملوا ردات الفعل العكسية التي ستنتج من المجتمع نتيجة مصادرة هؤلاء الرمزيات، يعني الرمزية الكبيرة التي تمثل مشتركات بين الناس. لكن الأمر له علاقة بفكرة الإكراه وفكرة التطويع، فكرة التطويع وصبغ الناس في سواء. يعني مثلا أحمد حميد الدين عندما وجه فكرة القطرنة كان يريد أن يسخر الناس وفق قالب واحد، وكان يريد أن يكرس سلطة القاع من الإكراه. هل وصلت الجماهير إلى مرحلة من الإذعان؟ أعتقد إذا كانوا يعتقدوا أن الجماهير الذي تم حشدها بالإكراه وبالإجبار إلى ميدان السبعين قد وصلت إلى مرحلة الإذعان، هم يخطئون. لن يكونوا أكثر سطوة وأكثر تسلط مثلا من المتوكل على الله إسماعيل، الذي صاحب الفتوى الشهيرة الذي قال فيها إن الله لا يحاسبكم على ما أخذتم من أموال اليمنيين ولكن يحاسبكم على ما بقيتم لهم، ولن يكونوا أكثر سطوة من أحمد بن سلمان الذي قال نصه الشعري الشهير لأضربن قبيلة بقبيلة، ولن يكونوا أكثر سطوة من أحمد حميد الدين أو يحيى حميد الدين الذي ركعوا وطوعوا المجتمع في مرحلة كان تقريبا في عام 1948 1962 كانت اليمن تفتقر لعدد محدود ممن يحمل شهادة البكالوريوس. نحن اليوم أمام شعب فيه 10,000 من رسائل الماجستير، وفي مئات الآلاف من شهادة البكالوريوس، وفي ملايين من خريجي الثانوية العامة. أنا أقصد هنا بالقياس التعليمي، وشعب منفتح على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى وإن تم تشجيره وإسباغه باللون الواحد، يعني الموقف الظريف الذي تم ظهوره وهم مثلا يرشوا الأطفال بالبخاخ، هذا موقف طبعا فيه من السخرية وفيه من الألم. الطفل دائما نفسيا يحب أن يكون لافت، سواء مثلا بلون واحد أو بمظهر من خلاله يعتقد أنه سيجذب إعجاب الآخرين. لكن ما حصل اليوم مثلا وما سيحصل في كل هذه المناسبات التي تحول المشتركات العامة ما بين اليمنيين وما بين المسلمين بشكل عام إلى
رمزيات خاصة جدا سيكون لها تداعياتها الفكرية المستقبلية، وسينسف ما تبقى من وئام فكري قائم بين اليمنيين. نعم، إذن اسمح لنا أن ننتقل إلى الأستاذ ثابت الأحمدي الباحث السياسي عبر الهاتف من مكة المكرمة. مساء الخير أستاذ ثابت. مساء الخير والخيرات عليك وعلى ضيفك الكريم والمشاهد الكريم، أهلا وسهلا بكم جميعا. إذن أستاذ ثابت، كيف تقرأ ما يحدث في العاصمة صنعاء من مظاهر الاحتفاء بمولد النبي الكريم؟ عزيزتي، أولا يجدر بنا أن نقول في البداية ليس هناك جماعة أو تيار أشاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الدين الإسلامي الحمد بشكل عام كهذه الجماعة التي يعني أساءت إلى كل القيم الدينية وإلى القيم الإنسانية عامة وليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو جزء من الإساءة إلى الدين. ثانيا، نحن نلاحظ أن هذه الجماعة حين تحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مولده سنويا لا تقدمه باعتباره رحمة للعالمين، باعتباره النبي الخاتم صاحب الرسالة الإنسانية العالمية الجامعة، ولكن ضمن ذلك تقدمه كما لو أنه باني مجد الأسرة، وبالتالي تسعى يعني لتعظيم نفسها من خلال تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التشبث به مع أنه معروف لا نصر له. يعني ما يحصل أيضا هي حالة أو صورة كربلائية داخل صنعاء. هذه الحالة هي غريبة جدا على المجتمع اليمني، لم تكن موجودة أساسا حتى أيام الإمامة نفسها. ما يقدم اليوم ليس حالة إمامية بل حالة خمينية كربلائية جديدة يقدم عليها الحوثي في إطار تدين المجتمع بثقافة خمينية إيرانية جديدة. نعم، لكن هو لا يفكر بهذا المسار أستاذ ثابت، ربما هو أكثر ما يثير نشوته أن يظهر للعالم مدى قدرته على الحشد، مدى تباهيه بأن هذا الاحتفال سيكون هو الأكبر للمولد النبوي، مدى إجباره يعني للناس لأن يستجيبوا لفعالياته. دعينا نسمي الامور بمسمياتها عزيزتي، ليس هناك حشد، هناك تحشيد، وفرق بين الحشد والتحشيد. ثانيا، اي جماعه تحكم هي تستطيع ان تحشد بكل سهوله جدا، الامر طبيعي، هي تستخدم ادوات الدوله ويعني وسيارات الدوله ووسائل الدوله واعلام الدوله ومال الدوله في سبيل هذا التحشيد. الزعيم علي عبد الله صالح كان يحشد حشد اكثر منهم بكثير، واخر حشد له في 2017 على وجه التحديد، يعني كان اكثر من هذه بكثير في ميدان السبعين، ومع ذلك لم تغني هذه الحشود. هناك مشايخ قبائل من القبائل الكبيره تستطيع ان تحشد عشرات الالاف، ومع هذا فساعة الحاسم او في الساعه الحقيقيه لاي موقف نهائي تتلاشى هذه الحشود. في الغالب الناس مع من حكم وقطيع الناس وعامتهم يتحشدون في مثل هذه المواقف وفي مثل غيرها، خاصة وأن الحوثي يلبس المسألة والقضية اللبوس الدينية، والعامة مولعة أو تحترم بشكل عام ما طابعه ديني. وقد قال ابن سينا سابقا: إذا أردت أن تمرر أمرا باطلا فغلفه بغلاف ديني. نعم، لكن اسمح لي عند هذه النقطة أستاذ ثابت. نعم، ربما كان ذلك في السابق، أعتقد الآن أن الحوثيين باتوا مكشوفين تماما بالنسبة للناس، لم تعد يعني تلهيهم مثل هذه العبارات أو لم تعد تعنيهم بمعنى أصح، خاصة في ظل الجوع والفقر الذي يمر به الناس، وهم يرون ملايين الريالات تصرف على أمور يعني ربما يجدون أنفسهم مجبرين عليها أو لا تعنيهم بالدرجة الأولى. عزيزتي، صحيح أن المشروع الحوثي انكشف وبان أمره إلى حد كبير، وخاصة لدى النخبة أو لدى من لديه الحد الأدنى من التفكير السليم، ولم أقول من العلم أو من الثقافة بل من التفكير السليم، ولو كان مواطنا عاديا لتعليمه. لكن بالمقابل أيضا هناك قطعان بشرية لا تزال جاهلة، لا تزال متخلفة، لا تزال فقيرة، إن يعني تستغفلها هذه الجماعة، تستغل حالتهم المادية المزرية، تستغل جهلهم، تستغل وضعهم الاجتماعي، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن المجتمع كله أصبح يعني واعيا إلى حد كبير سواء بخطر هذه الجماعة أو يعني أو بغيرها.
الجهل لا يزال فاشيا عند كثير من الناس، ولا تنسي انهم منذ فترة طويلة ومنذ زمن طويل عمدوا عمدا على تجهيل الناس، خاصة في المناطق التي هم متغولون فيها منذ فترة طويلة. حاربوا التعليم، حاربوا الثقافة، حاربوا الصحف، حاربوا المجلات، كل شيء حاربوه تماما، وفقط جلبوا الأطفال والشباب اليافعين إلى حوزاتهم وأربطتهم الدينية في الوقت الذي كانوا يرسلون أولادهم إلى أرقى الجامعات الأوروبية، يعني لأولاد القبائل الملازم الدينية ولأبنائهم النظريات العلمية التي تدرس في أوروبا. وهؤلاء القطيع أو هؤلاء المغفلون أو الجهلة، سمهم ما تشائين، هم الوقود وهم حطب الحوثي في معاركه الدينية، في معاركه العبثية تجاه الوطن. نعم، إذا أستاذ، يعني لنتحدث تاريخيا، كيف كان يحتفل اليمنيون بالمولد النبوي؟ هم يرون أنهم هم من جاءوا بهذا الاحتفاء، وهناك من يقول لا، في اليمن كان هناك احتفاء بالمولد النبوي ولكنه مختلف تماما عن كل هذا البذخ. لا، نحن نحتفل منذ فترة طويلة، أتذكر ذلك وأنا طفل صغير في قرية النائية هناك، ونحن نحتفل بالمولد النبوي ولكن بطقوس روحانية خالصة. يعني عامة الناس والشعب يحتفلون بهذه المناسبة العظيمة وبمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يزايدون بها أو يلبسونها لبوس السياسة أو يستغلونها سياسيا. المشكلة ليست أساسا في الاحتفاء بالمولد النبي، هي أمر متروك أساسا لعامة الناس ولا يخص الدولة في شيء، لكن هذه الجماعات تستغل المناسبة وتستغل اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وتستغل الحالة الروحية وتستغل الدين بشكل عام لتقدمه في أو لتزايد به في موقف سياسي أساسا. وإلا هناك حشود كبيرة جدا إلى اليوم لا تزال موجودة في حضرموت، لا نهملها، هناك حشود كبيرة جدا في أغلب المناطق اليمنية، في الأرياف كل بيت يمني يحتفي بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يلبسون هذا الاحتفاء لبوسا سياسيا أو يزايدون عليه أو أن يظهروا يعني ليكسبوا موقفا سياسيا كما هو الشأن عند هذه الجماعة التي سعت إلى تصنيع كل شيء وإلى اختزال القيمة الروحية في قيمة مادية وهي ثقافة في الفلسفة اليهودية تماما، حولوا كل قيمة روحية إلى قيمة مادية معنوية كما هو الشأن عند اليهودية كما ذكرت. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ثابت الأحمدي الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة. ما رأيك محمد، يعني كيف كان اليمنيون يحتفلون بالمولد النبوي، هل تتذكر شيئا؟ من الجيد الإشارة إلى جملة من المضامين، أن اليمنيين دائما ارتبط النبي في وعيهم بفكرة المحبة والإسناد، سواء من ناحية الجذور التاريخية كانوا سندها أول من ضحى في سبيل دعوته في مكة كانوا آل ياسر وهم يمنيين، ومن شكل لها السند العسكري والتنظيمي والسياسي في المدينة المنورة كانوا الأنصار وهم يمنيين، لكن الفكرة كانت عند اليمنيين مرتبطة بالمحبة، المحبة القائمة على ما يمكن أن نسميها بالتواشيح التي أظهرت النبي كرسول للمحبة وكرسول الإنسانية، وابتدأت من بداية طالع البدر علينا إلى تلك الروح الصوفية التي يتميز بها اليمنيون دون غيرهم، على الأقل إذا صح التعبير في محيط الجزيرة العربية، كانت قائمة على إحياء المولد النبوي بطريقة لها علاقة بالابتهالات القائمة على المحبة وعلى الأناشيد وعلى الإرث الجميل الذي كان يتجمع فيها اليمنيين، وكانت حالة شعبية خاصة يقوم بها اليمنيون بشكل تلقائي اختياري، ليس قائم على فواتير ولا على شيكات سند ولا على فرض جبايات معينة باسم النبي، وكان هذا الطقس طقس روحاني كان يمتد بالزوايا الصوفية الجميلة التي كانت قائمة على الابتهال وكانت عفوية واختيارية، والجميل فيها أن السلطة لم تكن تتدخل فيها. هذه كانت طبعا جملة من الطقوس، وهي معروفة، طبعا معروفة أن كثير مثلا من رموز اليمنيين كانوا مثلا يقدموا النبي أنه نبي المحبة، وتراثنا الشعبي مليء جدا بعملية التبجيل والمحبة التي كانت تشير إلى النبي قبل أن يتم مثلا تفخيخ هذه المحبة مثلا بمضامين للأسف الشديد تحولت إلى مضامين سلالية، مثلا زي أصقى صلاة الله تخشى الرسول ثم الوصي وابنيهما والبتول، هذه تخصيص المحبة أنها قائمة على
في ذرية آل علي، فكانت قائمة على هذه أنه نبي الإنسانية، الرسول الذي جاء بقيمتين أساسيتين العدالة والمساواة. ما تحول اليوم هو أن هذه المناسبة تحولت إلى طقس سياسي، ليس طقس سياسي يخص جماعة مثلا تمارس هذه الشعائر كشعائر تخص بها، بل قائمة أيضا على فكرة الإجبار والإكراه والجباية. طبعا من أين منبت هذه الفكرة؟ للأسف الشديد منبتها من التراث، لدرجة التراث طبعا لدى كل الفرق الدينية، السنة الشيعة المذاهب كاملة، لدرجة أن الأئمة الستة على وجه التحديد، وأنا لما أتحدث عن التراث سأتحدث عن كيف أن هذا المغذيات هي موجودة في نصوص التراث. المحدثون الستة الأشهر صححوا النص الذي يقول من كان علي مولى فأنا مولى، وكثير من الكتب المذهبية أيضا ذهبت إلى الاتفاق على فكرة علي أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذه النصوص في نقطة في غاية الأهمية جدا تنبه لها طه حسين في كتابه علي وبنوه، أشار إلى هذا النقطة، أثار إلى أن عملية الخلافة التي تمت ما بين عائشة وما بين في معركة اليمن وبين علي بن أبي طالب كانت قائمة على هذه الفكرة الخطيرة، شعور عائشة التي لم تكن تمتلك ذرية أن آل علي يحتكروا النبي. فكانت هذه الفكرة أدت إلى عملية التفكيك الأول للإجماع الإسلامي في المراحل المبكرة. اليوم هذه الفكرة وتحويل النبي من نبي للإنسانية ومن رمز يخص عموم المسلمين وعموم اليمين على وجه التحديد، ومحاولة احتكار هذه المناسبة وخصخصتها تلقي بضلالها على ما يمكن أن نسميه بتفكيك الوئام الفكري. بمعنى آخر، نحن مهما اختلفنا مع الحوثيين أو مع أي جماعة أو مع أي فريق سياسي، بس هنالك مشتركات تخص كل اليمنيين. كانت هذه المشتركات قائمة على المشتركات الوطنية أو كانت هذه المشتركات مشتركات دينية؟ هذه المشتركات الدينية يجب أن تكون الخلافة فيما سواها، يعني مثلا فكرة النبي، فكرة مثلا الوطن، فكرة الدولة، مشتركات وطنية أو مشتركات دينية. ما يحصل اليوم أمر خطير جدا، أنه يذهب بهذه المشتركات العامة ما بين المسلمين بشكل عام وبين اليمين بشكل خاص إلى أن تتحول من رمزيات روحانية إلى طقس سياسي. نعم. إذن محمد، يعني كيف تنظر إلى إذعان الناس وقبولهم بهذا القهر الذي يعيشونه والذين مجبرين على ممارسة هذه الطقوس بهذا الشكل؟ هل تجد أنهم معذورون أم أنهم معذورين عفوا أم أنهم باستطاعتهم التعبير عن رفضهم لهذا القهر والكهنوت؟ أنا أعتقد أنه بالنسبة للعوام تحت أي ظرف يجب أن نعذرهم، وعيهم لا يصل إلى مستوى التفكير المنطقي الموضوعي الذي قادر على استنتاج مخاطر هذه المناسبة من خلال التاريخ ومن خلال أيضا التأملات الفكرية الكبيرة. يعني هؤلاء الناس دائما العاطفة الدينية هي التي تحركهم، وفي نفس الوقت يروا أن هذه مناسبة تخصهم، وبما أنهم ولد للنبي، النبي يحتل مكانة كبيرة وقدسية كبيرة في وعي الناس، وهؤلاء ذهبوا بناء على مستوى وعيهم. من لا يجب أن نعذرهم هي تلك النخب التي تستخدم ضمن أدوات التعبية وضمن أدوات التحشيد، وهي الذي أيضا تحاول أن تروج بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أن هذه مناسبة عادية وليس لها علاقة بتفخيخ ما يمكن أن نسميه بالوئام المدني أو بالنسيج الاجتماعي اليمني. هؤلاء بالنسبة لي ليسوا معذورين. أيضا من ليسوا معذورين أولئك الذين قدموا هذا التراث ولم يقدموا نقد تجديدي له يساعد اليمنيين ويساعد حتى المسلمين بشكل عام في أن يفرقوا كامل التفرقة ما بين استخدام تلك المقدسات لمصلحة جماعة سياسية ولإساءة لها، وما بين أيضا في أن تكون هذه المقدسات مشتركات عامة ما بين المسلمين بشكل عام وما بين اليمنيين. هؤلاء أيضا لا يجب أن نعذرهم. أنا لم أرى باستثناء عدد من الذين يدركوا هذا المخط، لم أرى إلى الآن أي أطروحات نقدية لها علاقة بعملية إنقاذ هذه الصورة العظيمة والصورة القدسية للنبي في وعي الناس وفي وعي الجماهير. يعني مثلا على سبيل المثال، كيف شعور مثلا صاحب صيدلية وهو يقرأ شيك وفاتورة فرضت عليه في أنه يجب أن يدفع مثلا مبلغ 15,000، هذه 15,000 مثلا كان بإمكان أن تساعده في تسديد الإيجار، كيف يكون وعيه وعلى هذا الفاتورة الذي موجودة في يديه مثلا المولد النبوي؟ ما الذي يحدث في لا وعيه؟ إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الإعلامي محمد الروب عبر الهاتف من إسطنبول. مساء الخير أستاذ محمد. يا مرحبا أستاذة، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن محمد، ما تعليقك بخصوص صنعاء الخضراء وصرف الحوثيين لمئات الآلاف إن لم تصل الملايين طبعا بالاحتفاء بالمولد؟
نعم، احتفال الحوثيين بالمولد النبوي مثل ما احتفالهم ب 26 سبتمبر، انقلبوا على 26 سبتمبر واتوا للانقضاض عليه واحتفلوا به، والان هم يعني احتفلوا بالمولد النبوي وهم الذي شوهوا سيرته، وهو الذي يعني رسخوا ان الاسلام عباره عن دين جبايه، ولهذا احتفالهم بالمولد النبوي هو استمرارا لمصادرتهم يعني لكل شيء، صادروا الدولة، صادروا المؤسسات، حتى اسم الله نسبوا أنفسهم إلى أنصار الله، والآن يصادروا النبي ويجعلوه عبارة عن نبي للأسرة والعائلة، صادروا كل شيء وهو فقط استمرار لمصادرتهم للحياة اليمنيين بشكل كامل. نعم، لكن أيضا الحوثيين يقومون باتهام أي ساخط على هذه الاحتفالات بأنه ضد النبي وبأنه غير محب للنبي وبأنه من أعداء الرسالة النبوية. ذلحين يعني قل لنا، أنت ضد النبي لهذا الحد اللي جالس معترض على الاحتفالات؟ هذا المبرر الذي يعني حجتهم أنهم يعني ينقضوا على الأشياء الذي الناس تميل لها، ولهذا هم يتسلقوا على هذه الأشياء، على الأشياء القيمة في نفوس المسلمين وفي نفوس اليمنيين، مثل ما أخبرتك 26 سبتمبر لو أنه شيء مش عظيم لدى اليمنيين لما تسلقوا عليه واحتفلوا. نفس الشيء هو النبي، بالنسبة لنا النبيين نحن نحتفل به طوال السنة، ولكنهم خلوه يوم فقط تذكر النبي وتدفع فلوس، هذا هو جعلوا إلغوا يعني إلغوا تعاليمه والرحمة والمساندة وسيرة كاملة وخلوها يوم واحد تترنج عبارة عن شوية رنج وادفع فلوس، أصبح ذكرى مولد النبوي بالنسبة للمواطن البسيط هم أضافوه إلى الهم الذي لدي، يعني أصبح يهم أنه اقترب المولد معناها أنت بتجهز 10 أو 20 ألف والتاجر الكبير بيجهز 100 أو 200 ألف لكي يدفعها للحوثيين. ما هذه الذكرى الذي حولوها أيضا إلى مشكة على اليمنيين، يعني لا لم يتركوا بابا للمشكة إلا وطرقوه وحملوه على اليمنيين. نعم، إذن برأيك كيف يمكن للناس أن يواجهوا مثل هذا الفكر الحوثي، الخرافات، المكائد الحوثية التي تريد أن تجبر الناس على فكرها وعلى يعني الاحتفاء بطريقتها، يعني ونحن نعلم تماما أن الهدف الأساسي هو الترويج لمشروعهم السلالي؟ أعتقد موضوع التحشيد أمر سهل بالنسبة لنا في اليمن، يعني كان مهرجان طيور الجنة كان يحتشد أكثر من هذا الحشد، وكان علي صالح أيضا يحشد أكثر من هذا الحشد، يعني السلطة دائما من يمسك يعني مقدرات الدولة يستطيع الحشد بسهولة، وممكن لأي شخص في اليمن لديه شوية فلوس أو لديه سلطة قمع بيحتشد. أنا رأيت اليوم صورة لأحد الأفراد من الطائفة اليهودية حضر يحتفل، هل معنى أنه مسلم ومؤمن بالنبي محمد؟ لا، ولكن هي سلطة الإكراه والإجبار، أنت مجبر أن تذهب، لا قد لا يعني بالعكس كان أحيانا كان يعني يسبب سخط عليهم، ولكن القهر وسلطة الإجبار هو اللي جعلت الناس، ولكن في نفس الوقت الناس قد ربما هذا فيها خير أنهم جعلوا الناس يشوفوا كيف يعني إذلالهم في أشياء، يعني احنا اليمنيين نحتفل بها، اذا كان الاسلام نفسه والنبي اسلم اليمنيين برساله، هل اليوم نحتفل بمولده بفلوس؟ احنا اسلمنا اليمنيين بشكل عام بعباره عن رساله بدون قتال بدون اي شيء، واليوم تحتفل بمولده بالدفع والفلوس والبندقيه على رقبتك، يعني موضوع ان اليمنيين يعني سيتحولوا مع الزمن إلى هي الآن حالة كبت موجودة، وربما هذه الممارسات تجعلهم يعني، وفي نفس الوقت نعذرهم أنه من مثل الذي موجودين ويحضرون هم عبارة عن يعني نعذرهم لحضورهم هذا المكان، ولكن أيضا يعني هذه يعني بلوى ابتلانا الله بأن جعلوا كل شيء عبارة عن دفع وجباية وأخذ فلوس الناس حتى بالأشياء الدينية الذي هي عبارة عن أجر يعني تحتسب أمام الله، فحولوا الأجر إلى أجرة.
نعم، إذا شكرا جزيلا لك الإعلامي محمد الربع، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. أعود إليك محمد. الغريب في الأمر أن يعني الاستخفاف بالناس والاستخفاف أيضا بالعالم الذي نعيشه، يعني الجميع يعلم كم الجبايات التي أخذوها، كم فرضوا على الناس، على البيوت العادية، يعني أبسط بيت دفع 1000 و أعلاها ربما 100,000 للاحتفاء ولتعليق اللمبات الخضراء وهذه الخرق الخضراء، ولكن يظهرون بأنه لم يحدث شيء، الناس يحتفلون من ذات أنفسهم وهذه هي فرحة الناس بالمولد النبوي، من قال لكم أن في الأمر جبايات، وكأن يعني لا أدري يغطون الشمس بغربال كما يقال. الأمر أستاذ أسيلة علاقة بفكرة لماذا لم يعملوا مراجعات، يعني إذا إذا لخصنا هذه الفكرة، لا يمكن طبعا لأي جماعة لا تمتلك الحد الأدنى مثلا من المنطقية ومن الموضوعية أنها تفكر بأن ما عملته خطأ، بل بالعكس هي ترى أن هذا هو الشيء الذي لديها استحقاق فيه، وأن ما يمتلكه الناس من أموال وأن أعناق البشر هذه هي ملكا لهم، وأن هنالك شيء اسمه الحق الإلهي في الحكم، وهذا الحق الإلهي في الحكم يجب أن يتم تحقيقه بأي طريقة كانت. أيضا التنشئة النفسية لدى هذه الجماعة ولدى هؤلاء الناس الذي أصبحوا من قيادتها، يعني منذ الطفولة حتى سنوات المراهقة حتى يعني تربية مغلقة داخل مكان معين تكرس في اللاوعي ابن النبي. إذا ما دام هو ابن النبي ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن كل أموال الناس هي ملك لهذا ابن النبي، وتستند ذلك لنصوص دينية أن رقاب الناس وأعناقهم هي ملك لهؤلاء الناس، فبالتالي هذا الفكرة، وبالتالي لا يمكن أبداً أن يشعروا أن ما عملوا فيه خطأ، ولا يمكن أبداً أن يشعروا أن ما أن عملية تحويل هذه الرمزيات الكبيرة والرمزيات الإنسانية من مشتركات عامة إلى مشتركات خاصة أمر فيها في غاية الخطورة. هذه من يشعر فيها؟ يشعر فيها الذي يمتلك بالحد الأدنى من التفكير الموضوعي، لكن الناس لا يزالوا يعيشوا على الخرافة. هذه الخرافة مثلا موجودة في كثير من الكتب وموجودة في تأويلات كتاب الجفر الذي يؤوله وهو كتاب علي بن أبي طالب، وهذا طبعا كتاب منافي للعقل تماما، موجودة أيضا في سيرة الإمام الهادي كتبهم، طبعا نحن نتحدث عن أشياء من داخل كتبهم، وموجودة في كتاب الأحكام لعبد الله بن حمزة. لو تلاحظي مثلا في كثير من الأحداث التاريخية ما يفعله الحوثية اليوم هو عبارة عن تكرار لما حصل عبر التاريخ، وبالتالي لا يمكن أن يحدث مراجعات، ولا يمكن أبداً أن يشعروا بالألم أو بالتأنيب الضمير على نهبوه من أموال اليمني، ولا يمكن يشعروا أيضاً أنهم ما نهبوا من أموال اليمنيين ومن مستحقاتهم وما أجبروا فيها التجار وما أجبروا العوام سيرتد وبالاً عليهم. هذا الشعور أبداً لا يمكن أن يحدث. السبب الرئيسي هذه الجماعة لا تمتلك بالحد الأدنى من التفكير الموضوعي أو التفكير المنطقي. نعم، إذن برأيك أستاذ محمد ما هو واجب المثقفين والمفكرين والإعلام أيضا إزاء هذه الظواهر التي تعزز الفكرة الأصولي المتطرف بين الناس؟ أنا أعتقد أنه من أوجب الواجبات أنا التي ترتقي إلى الواجب الأخلاقي هو ألا يتم مناقشة الظواهر بشكل عام كلحظة ظهرت، لا، إذا أردنا أن يكون هنالك حلول ناجحة يجب أن يكون هنالك التفتيش في الجذور بدون أي نقد وبدون أي تجديد للتراث وبدون أي نسف لهذه النصوص المقدسة. سيذهب عبد الملك الحوثي وسيأتي بعد 25 أو بعد 30 سنة المطهر أو الوشلي أو أي اسم من الأسماء ثم يعيد نفس الحالة التي حصلت. ما لم يكن هنالك تحصين فكري ونقد وتجديد للتراث وتحرير العقل اليمني من الاستلاب العاطفي تحت مفهوم النصوص الدينية سواء الموجودة في كتب السنة أو في موجودة في كتب الشيعة، أنا أعتقد ستظل هذه الظواهر حاضرة وسيحدث ما يمكن أن نسميه بفقدان ثقة كاملة بهذه اليقينيات وهذه المشتركات الكبيرة التي تجمع اليمنيين والتي تجمع المسلمين. بدون نقد لهذا التراث والتفتيش في الجذور وتحصين العقل اليمني من الاستلاب من جديد سيستلب العقل اليمني، وإذا كان الآن يتلون باللون الأخضر البخاخ ستحدث ألوان من الدماء، وهذا طبعا أمر سيكون في غاية الخطورة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد المقبلي الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.